الجوال. يا الله ونعملك يا قبل الاشي اللي صار بالمستشفى هم اربعة بغسلوا كلى، كنا رحنا على المستشفى غسلنا وروحنا تقريبا الساعة 9. روحنا هناك امي انا وامي دايما بنكون مرافقين مع الاربعة، هم اربعة ابويا وعماتي ثلاثة بغسلوا كلى. روحنا هناك اكلنا ودوبنا كل واحد نمنا زي هيك، روح كل واحد النسوان في شقة والرجال في شقة، غرفتين كلها سبس اللي عايشين فيها وعشرين نفر. الا انا بصحى على صوت، مش على صوت والله ما سمعنا صوت، بس فوق اللي هو ضربوا علينا ضرب، وقعت الحجار كل الحجار والردم كلها وقع علينا، ما بعرفش ايش اللي صار. طلع ابويا لقيته عايش بس ماكل هواية في رجله مكسور بغسل كلى. وطلعت رحت بطلع هناك لقيت عمامي كل الردم فوقيهم، والله مطمومة الدار كلها، الغرفة الاسبست كلها مطمومة، والغرفة هذه الثانية اللي فيها البنات والله كل اسبست مطموم عليه. رحت قلت للإسعاف انه هاي هم هانوا اللي راح استشهد امي وعمي ومرت عمي. طب ايه الذنب ولاده كلهم صغار، والله عنده بنت بترضع، ايه ذنبهم؟ ستة يتيتموا كلهم صغار، أكبر واحدة فيهم 13 سنة بنت، والباقي كله عمره 7 سنين وسنة، كلهم صغار إيش ذنبهم يتيتم؟ راحت عمتي، طب والله عمتي اللي راحت هذه برضو بتغسل كلى، واحدة عمتي تانية مريضة سرطان، وحياة الله مريضة سرطان، نيالها والله استشهدوا شهداء نيالها.